السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف السن الإعدادي. النهارده بإذن الله هنراجع مع بعض مادة الدراسات الاجتماعية ليلة الامتحان. طبعا احنا اتكلمنا على الترم الأول على بعض الموضوعات اللي احنا إن شاء الله هنراجع عليها النهارده. أول جزء عندي في الامتحان كده بلاقيه في الجغرافيا، أول سؤال بيجي لي الخريطة. هنا طبعا بيجي لك خريطة صماء وبيجيب لك عليها بعض الأرقام، وبتبدأ اللي أنت تقول لي إيه مدلول الأرقام ديت، وطبعا بتقول لي ده بيدل على ايه على الخريطه. فاول سؤال عندي هنا رقم واحد. رقم واحد ده سنه تانية، احنا عارفين ده رقم، ده في مكان محيط. هنا المحيط ايه؟ ده كده مستر المحيط الاطلنطي. طب رقم اتنين عندنا هنا مكان بحر، ده عندنا البحر الايه؟ طبعا احنا عارفين البحر اللي موجود في الشمال ده كده البحر المتوسط. بعد كده رقم ثلاثة ده برضو في مكان محيط تاني عندنا في الوطن العربي اسمه ده كده المحيط الهندي، عشان احنا عارفين يا مستر ان الوطن العربي بتاعنا بيطل على محيطين، المحيط الاطلنطي والمحيط الهندي، غير كده ان هو بيطل على ثلاث بحار زي البحر المتوسط والبحر الاحمر والبحر العربي. رقم اربعه سنه تانية لسه قايلين اهو البحر الاحمر. رقم خمسه ده خليج اسمه طبعا ده كده مستر الخليج العربي. رقم سته ده خليج برضو خليج. رقم سته ده خليج عدن. وطبعا احنا عارفين ان الوطن العربي بيطل على ثلاث خليجات اللي هو الخليج العربي وخليج عدن وخليج عدن. رقم سبعه ده بقى خليج ايه بقى سنه تانية؟ ده اللي احنا لسه قايلينه مستر، ده خليج عمان. رقم تمانية ده نهر، نهر ايه ده؟ ده مستر كده هيبقى نهر دجله، وده احد الانهار اللي موجوده عندي في دوله العراق. وطبعا احنا عارفين ان في دجله والفرات دول موجودين في العراق. الخريطة التانية سنة تانية أول حاجة بيقول لي هنا جبل، احنا عارفين الجبال هنا اللي هي في شمال غرب الوطن العربي وبتمتد في ثلاث دول عربية اللي هي تونس والجزائر والمغرب. دي طبعا دي سلاسل جبال أطلس، واحنا عارفين ان جبال أطلس ديت من الجبال الالتوائية، وطبعا بتحصل بينها هضبة اسمها هضبة الشطوط. اتنين دي جبال اسمها ده الجزء الثاني يا مستر من جبال البحر الاحمر اللي موجوده في الجناح الاسيوي، وده طالما موجوده في الشمال يبقى عندي دي اسمها جبال الحجاز. طبعا احنا عارفين ان جبال البحر الاحمر دي ليها مسميين، اسم في الجناح الافريقي باسم جبال البحر الاحمر اللي احنا عارفينه في مصر والسودان، واسمين عندنا في الجناح الاسيوي باسم جبال الحجاز وعسير، ودي في دوله شبه الجزيره العربيه او دي في دوله السعوديه، وعندي مرتفعات اليمن في دوله اليمن. تالت حاجة عندي هنا هضبة، طبعا احنا عندنا تلات هضاب في شبه الجزيرة العربية، عندي هضبة في الشمال وهضبة في الجنوب وهضبة في الوسط. دي الهضبة اللي في الشمال اللي اسمها هضبة طبعا هي شين مع شين، دي هتبقى هضبة بادية الشام، ودي عندي موجودة في الشمال، والهضبة اللي في الوسط اسمها هضبة نجد، والهضبة الجنوبية هضبة حضرموت. رقم أربعة الهضبة اللي في وسط شبه الجزيرة العربية احنا قلنا اسمها يا مستر هضبة قايلينها هي هضبة نجد. رقم خمسة دي عندي دولة من الدول العربية في الجناح الافريقي هي دولة طبعا دي مستر كده هتبقى دولة المغرب. رقم ستة دي عندي جبال بتقع في الحدود الشمالية الشرقية للوطن العربي، وهي خط الدفاع عن الوطن العربي من الجناح من الجهة الشمالية الشرقية، وهي أقوى حدود الوطن العربي، ودي جبال طبعا دي يا مستر عندنا دي كده جبال زاجرس، وطبعا عندنا جبال تانية اسمها جبال كردستان، وفي عندي اللي موجودة بجانب البحر المتوسط دي اسمها جبال توروس اللي هي الحدود الشمالية للوطن العربي. رقم سبعة دي عندي دولة طبعا سبعة دي دولة عمان، ودي احدى الدول العربية في الجناح الاسيوي. رقم تمانية دوت اقليم عندي في جنوب الوطن العربي، طالما جنوب في جنوب موريتانيا الاقليم اللي بيقع في جنوب الوطن العربي طبعا ده الاقليم المداري اللي بيتميز بان الامطار بتاعته بتسقط في فصل الصيف، غير كده ان هو بيمتد كمان في معظم السودان ووسط الصومال وجنوب غرب شبه الجزيره العربيه. السؤال اللي بعد كده سنه تانية بيقول لي ده علامه صح او غلط مع تصويب الخطا. طبعا اول سؤال بيقول لي من دوائر العرض الرئيسيه في الوطن العربي هي دائره الاستواء، الكلام ده طبعا الاجابه عندي صحيحه، مش بس كده دائره العرض بقى دائره الاستواء هي دائره العرض الرئيسيه، عندي كمان مدار السرطان ده من دوائر العرض الرئيسيه اللي بلاقيها موجوده عندي في الوطن العربي. السؤال الثاني من الجبال الانكساريه في الوطن العربي
جبال زاجروس والبحر الاحمر، اركز قوي سنه تانية اشوف هو ايه اللي جبال انكساريه ولا جبال التوائيه. هنا مستر الاجابه هتكون طبعا هنا هتكون الاجابه غلط، لان انا عندي هنا جبال زاجروس دي من الجبال الالتوائيه، ولكن عندي جبال البحر الاحمر هي بس الانكساريه، فممكن اقول له جبال البحر الاحمر وجبال الشام. يبقى احنا عارفين كده سنه تانية ان كل جبال الوطن العربي جبال التوائيه ما عدا سلاسل جبال البحر الاحمر طبعا اللي هي في الجناح الافريقي، وعندي الحجاز وعسير في الجناح الاسيوي، وجبال الشام دي كلها جبال انكساريه. السؤال الثالث بعد كده سنه تانية بيقول لي تعرف الجهات البعيده عن المسطحات المائيه بالمناطق القاريه. طبعا الإجابة صحيحة وسميناها مناطق قارية أو مناطق داخلية لأنها بتتميز بالمناخ القاري اللي بيتميز بارتفاع درجات الحرارة نهارا في فصل الصيف وانخفاضها شتاء خاصة في الليل. السؤال الرابع بيقول لي حصلت المرأة العربية على كثير من حقوقها في الفترة الأخيرة؟ طبعا هنا الإجابة صح سنة تانية، وعرفنا أن هنا المرأة حصلت على حقها في التعليم، حيث وصلت نسبة التعليم من الإناث إلى حوالي 77% خاصة في التعليم الابتدائي، ده كمان بدأت تشارك في مجال العمل، أصبح منها المهندسة والطبيبة والمعلمة وعضو مجلس النواب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بتنخفض نسبة الإعالة في الوطن العربي؟ طبعا عندي هنا الإجابة خاطئة، نسبة الإعالة مرتفعة جدا. كلمة إعالة إن في حد بينفق عليك أو حد مسؤول إنه مثلا ينفق عليك. طيب ليه بترتفع نسبة الإعالة في الوطن العربي؟ هقول له بسبب ارتفاع نسبة كبار السن وارتفاع نسبة صغار السن وارتفاع نسبة من هم في سن التعليم إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي زادت نسبة تعليم الإناث في الوطن العربي؟ طبعا احنا لسه قايلين ان المرأة حصلت على حقها في التعليم وفي العمل، فطبعا الإجابة هنا هتكون إجابة صحيحة. سؤال رقم 7 بيقول لي يفضل سكان الوطن العربي الإقامة في المناطق السهلية الخصبة. السهلية الخصبة اللي هي مناطق السهول الفيضية. طبعا هنا الإجابة هتبقى صح، لأننا عندي هنا سكان الوطن العربي بيتركزوا في أماكن وجود المياه العذبة والتربة الخصبة وبيقلوا فيها المناطق الصحراوية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تنمو أشجار الصمت في الغابات المعتدلة، تنمو أشجار الصمت في الغابات المعتدلة؟ طبعا هنا الإجابة غلط، لأن أشجار الصمت دي بتنمو في الغابات المدعية وهي أهميتها الاقتصادية اللي احنا بنحصل منها على الصمغ العربي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي النسبة الكبرى من سكان الوطن العربي يعملون بالصناعة والتجارة. طبعا هنا هتكون الإجابة صحيحة، لأن احنا عارفين ان سكان الوطن العربي طبعا او عامة النسبة الكبرى من السكان بلاقيها موجودة في المدن. نسبة السكان في المدن بتشغل حوالي 55% من سكان الوطن العربي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي المشكلة السكانية في الوطن العربي تنتج عن العلاقة غير المتوازنة بين الموارد وعدد السكان. طبعا انا عندي هنا الإجابة صحيحة، لأن انا عارف ان المشكلة السكانية ان انا عندي دول بتعاني من فائض سكاني وعجز في الموارد، وبالتالي هي عندها عجز في او عندها مشكله في البطاله، الى جانب عندي دول اخرى عندها فائض في الموارد وعجز سكاني وبتعاني من قله الايدي العامله زي دول الخليج العربي. السؤال اللي بعد كده سنه تانية بيقول لي اكتب ما تشير اليه كل عبر. اول سؤال بيقول لي الموقع بالنسبه لليابس والماء، ده طبعا احنا طبعا ده كده الموقع الجغرافي. في فرق ما بين الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، اما الجغرافي اليابس والماء. طيب السؤال الثاني بيقول لي الاهميه وقت الحروب والسلم والازمات، ده هيبقى تعريف. طبعا ده سنه ثانيه ده هيكون عندي تعريف اهميه اسمها الاهميه الاستراتيجيه، ودي من الاهميات اللي بيتمتع بها الوطن العربي بجانب الاهميه الاقتصاديه والاهميه الحضاريه والاهميه الدينيه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هو مضيق بيصل بين المحيط الهندي والبحر الاحمر، وده احدى الممرات المائيه اللي بيشرف عليها الوطن العربي او بيتحكم فيها الوطن العربي. طبعا ده مستر ده مضيق باب المندب، واحنا عارفين ان مضيق باب المندب دوت مضيق تحت اشراف عربي خالص، حيث تشرف عليه دولتين عربيتين اللي هما دولتي جيبوتي واليمن. حركات باطنية أدت إلى تكوين سلاسل جبلية مرتفعة. طبعا أنا عندي الحركات الباطنية هنا اللي كونت لي سلاسل جبلية مرتفعة هي الحركات الالتوائية، وطبعا من الجبال اللي كونتها لي عندي أطلس وعمان وزاجرس وكردستان. طبعا دي إحدى الجبال اللي نشأت
نتيجة الحركات الانطوائية التي نتجت عن الضغط على صخور القشرة الأرضية. سؤال بعد كده عندي، نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها دوت. طبعا دي هتبقى تعريه هوائيه، وان طبعا دي طبعا من العوامل الخارجيه التي ادت الى تشكيل بعض الظاهرات التضاريسيه على سطح الارض. انا عندي تعريه هوائيه وتعريه مائيه، والتعريه المائيه نتج عنها السهول الفيضيه ودلتوات الانهار. رقم 6، اقليم مناخي يشغل 80% من مساحه الوطن العربي، ده اكبر الاقاليم المناخيه في الوطن العربي. ده طبعا احنا عارفين السنه الثانيه ان ده الاقليم الصحراوي اللي بيشغل مساحه كبيره من الوطن العربي، وهو بيقع في وسط الوطن العربي، جنوب اقليم البحر المتوسط وشمال الاقليم المداري، والذي يتميز بارتفاع درجه الحراره صيفا خاصه بالنهار وانخفاضها شتاء خاصه بالليل، الى جانب ان هنا الامطار نادره وبتختلف هناك الحياه النباتيه، وده طبقا حسب كميه الامطار، لان انا عندي هنا كلما كانت الامطار قليله بتنمو حشائش قصيره، ولو كانت الامطار نادره بتنمو عندي نباتات شوكيه زي الصبار والتين الشوكي. والحشائش يا مستر كمان زي ما اتفقنا ان هي هتتدرج في الطول من الجنوب الى الشمال على حسب عندي كميه الامطار. أشجار بنحصل منها على الصمغ العربي. طبعا ديت أشجار الصمت اللي بتنمو في نطاق إقليم المناخ المداري، وطبعا قلنا من الحشائش اللي موجودة كمان في الإقليم المداري ده الحشائش اللي هي حشائش السافانا اللي بتعتبر حديقة حيوان طبيعي. وده بيرجع إن هنا بيوجد بها حيوانات آكلة اللحوم زي الأسود والنمور، وحيوانات آكلة العشب زي الزراف والفيلة. رقم 8 بيقول لي عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه سواء يعملون أو يبحثون عن عمل. طبعا دي تعريف قوة العمل، وطبعا قوة العمل دي اللي هي بتعمل في كل الأنشطة الاقتصادية سواء الزراعة والصناعة والتجارة السياحة. طبعا احنا عرفنا ان هنا وصلت نسبة قوة العمل في الوطن العربي الى حوالي 63.5%. وفي فرق حبايبي ما بين قوة العمل وما بين كلمة البطالة. البطالة هم الأفراد في سن العمل ولا يعملون، أفرق ما بين التعريفين كويس جدا. قوة العمل هم الناس اللي بيعملوا. السؤال اللي بعد كده عندي، هي منطقة قليلة المطر بتقع عند السفوحة الداخلية للجبال. طبعا دي منطقة ظل المطر، عندما تصل إليها الأمطار طبعا تكون جافة أو شبه جافة. رقم 10، زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة. طبعا عندي هنا عارف إن السكان بيزيدوا كل فترة معينة، لذلك إن عندي دول الوطن العربي بتعمل عملية اسمها عملية تعداد سكاني، في دول بتعملها كل 10 سنوات زي مصر زينا، وعندنا دول بتعملها كل 5 سنوات زي دولة الأردن، وطبعا ده اسمه النمو السكاني. وفي فرق يا مستر برضو ما بين النمو السكاني وما بين الكثافة السكانية. كثافة سكانية هم نسبة عدد السكان على المساحة التي يقيموا عليها. أركز ما بين التعريفين سنة تانية. سؤال بعد كده عندي سنة تانية بيقول لي ما النتائج المترتبة عليه. أول سؤال، تنوع مناخ الوطن العربي، ايه النتائج اللي ترتبط ان المناخ الوطن العربي بقى متنوع، ان انا بقى عندي مناخ اقليم بحر متوسط ومناخ صحراوي ومناخ مداري. ادى الى تنوع النبات الطبيعي في الوطن العربي، وبالتالي تنوع المحاصيل الزراعيه، وده برضه هيؤدي بعد كده الى حدوث تكامل بين دول الوطن العربي. سؤال رقم 2 بيقول لي الزياده الغير طبيعيه للسكان في الوطن العربي. احنا عارفين ان عدد السكان بيزيد، عندي زياده طبيعيه اللي هي الفرق ما بين عدد المواليد وعدد الوفيات، وعندي زياده غير طبيعيه دي بتحدث نتيجه الهجره. بيقول لي بقى ايه النتيجه المترتبه على الزياده الغير طبيعيه للسكان في الوطن العربي. طبعا هنا لما السكان هيزيدوا نتيجه الهجره اللي هي الزياده الغير طبيعيه، ده هيؤدي الى ارتفاع السكان في الوطن العربي اللي هي خاصه دول الخليج العربي اللي هي اساسا بتعاني من نقص في الايدي العامله، فبدات كل الهجرات تروح لها عشان هي بتعاني من مشكله سكانيه وهو عجز سكاني وفائض في المواد. سؤال بعد كده عندي سنه تانية بيقول لي الموقع الجغرافي للوطن العربي ده نتج عنه ايه؟ الموقع الجغرافي هنا احنا زي ما اتفقنا اللي هو الموقع بالنسبه لليابس والماء اللي هي يعتبر الحدود بتاعه الوطن العربي. طيب هو نفس السؤال، ما النتائج المترتبه على امتداد الوطن العربي مع ظاهرات طبيعيه؟ نفس الاجابه عندي، هقول له ايه؟ ادى الى احتفاظ الوطن العربي بشخصيته العربيه المميزه بين الامم، وكذلك ايضا اتصاله بالعالم الخارجي. يبقى ما استغربش لو لقيت السؤال ده او السؤال ده، هما الاثنين اجابتهم واحد. وطبعا احنا عارفين ان الوطن العربي بيحد من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس، وعندي كمان الجنوب المحيط الهندي ودول وسط القاره الافريقيه، وعندي كمان من الغرب المحيط الاطلنطي، وعندي من الشرق عندي الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي، وعندي شمال شرقي كمان جبال زاجروس وكردستان، وقلنا دي اقوى حدود الوطن العربي. رقم 4 بيقول لي تحكم الوطن العربي في ممرات مائيه مهمه،
احنا طبعا عارفين احنا عارفين من اهميه الوطن العربي الاقتصاديه والاستراتيجيه ان هو بيتحكم في طرق التجاره العالميه، وده نظرا ان هو بيشرف على 3 اسرع مائيه وبيتحكم في 4 ممرات مائيه اللي هم زي مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق وقناه السويس. طبعا كل ده ادى الى ايه؟ ان هنا هتزيد اهميته الاقتصاديه والاستراتيجيه، وبالتالي جعله ان هو بقى متحكم في كل طرق التجاره العالميه. السؤال اللي بعد كده تانية بيقول لي اهتمام الدول العربية بنشر التعليم. هقول له طبعا ادى الى زياده نسبه الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي في وطننا العربي، وزي ما احنا عارفين سنه تانية ان التعليم دوت ما كانش مقتصر على الطلاب الاسوياء، لا التعليم كان برضو بيشمل الطلاب الاسوياء والغير اسوياء لحرص حكومات وطننا العربي على اتاحه فرص تعليم عادله للجميع. رقم 6 بيقول لي استمرار هجرة السكان من الريف إلى المدن، ما النتائج المترتبة على استمرار هجرة السكان من الريف إلى المدن؟ طبعا احنا عارفين ان سكان الوطن العربي بينقسموا إلى 3 أنماط، بدو وريف وحضر، وعارفين ان البدو والريف هما في تناقص مستمر، ولكن سكان الحضر دول اللي في تزايد مستمر، وده نتيجة الهجرات إليهم من البدو ومن الريف، فبذلك بيؤدي إلى تناقص سكان الريف وزيادة أعداد المدن، وبالتالي انتشار مناطق عشوائية. وعفوا المناطق العشوائية دي إن هي مناطق بنيت بدون تخطيط من جانب الدولة وبتفتقر إلى المرافق والخدمات. السؤال اللي بعد كده بيقول لي سنة تانية وقوع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ضمن الإقليم المداري. طبعا جنوب غرب شبه الجزيرة العربية بتقع في الإقليم المداري، يبقى كده هتتأثر بمناخ الإقليم المداري اللي هو إيه؟ قال لي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة صيفا مع سقوط الأمطار، يبقى هنا أمطار الإقليم المداري أمطار صيفية مع اعتدال الحرارة شتاء مع سيادة الجفاف، يعني الدنيا عندهم بتشتي في الصيف وعندهم جفاف في فصل الشتاء. رقم 8 بيقول لي تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي، ما النتائج المترتبة على تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي؟ طبعا احنا عرفنا ان الوطن العربي ده بيتمتع باهميات كتير جدا، منها الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه لموقعه والثروات المتحكم فيها، فطبعا ده ان هنا اصبح مطمع للدول الاستعمار الاوروبي، فده نتج عنه ان هنا سيطروا عليه ونهبوا خياراته وثرواته، وبداوا يقسموا الوطن العربي ده الى دول مختلفه في المساحه وعدد السكان، فبالتالي ظهرت العديد من المشكلات السياسيه عندنا زي مشكله دارفور وجنوب السودان ومشكلة المدن المغربية زي سبتة ومليلة ودي في الجناح الإفريقي، وعندي مشكلات الجزر الإماراتية ومشكلة فلسطين في الجناح الآسيوي. سؤال بقى كده سنة تانية بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. أول سؤال بيقول لي تقع هضبة بادية الشام فين في شبه الجزيرة العربية؟ خلاص يا مستر احنا كده عرفناها ان هي شين مع شين، بادية الشام هتبقى في شمال شبه الجزيرة العربية. رقم 2 تمتد جبال نقط في 3 دول عربية بالجناح الافريقي. طبعا احنا عارفين ان جبال مين اللي بتمتد في 3 دول عربية في الجناح الافريقي، هي جبال اطلس تمتد في الجزائر وتونس والمغرب، وطبعا بتحصر بينها هضبة اسمها هضبة الشتوت. وطبعا عارفين ان جبال اطلس بتنقسم الى قسمين، اطلس التل في الشمال واطلس الصحراء في الجنوب. السؤال اللي بعد كده سنه ثانيه بيقول لي من دول الجناح العربي الافريقي، ايه الدول اللي بتقع في الجناح العربي الافريقي؟ طبعا احنا عندنا هنا السعوديه، اليمن، موريتانيا، الكويت. لا طبعا يا مستر، السعوديه واليمن والكويت دول كلهم جناح اسيوي، ما فيش عندي غير دوله موريتانيا هي من دول الجناح الافريقي. طبعا احنا عارفين ان دول الجناح الاسيوي 12 دولة ودول الجناح الافريقي 10 دول، وده الدول الوطن العربي كلها حوالي 22 دولة. وادي النيل ودلتا بمصر من المناطق ذات الكثافة السكانية، كثافة سكانية يعني عدد السكان بتاعهم ماله بقى، مرتفعة جدا ولا متوسطة ولا منخفضة ولا نادرة؟ طبعا احنا عارفين ان دول سكان الوطن العربي بيختلف توزيعهم من مكان الى اخر، وده بيرجع لعدة عوامل طبيعية زي المية العذبة والتربة الخصبة، زي المناخ، زي التضاريس، وعندي عوامل بشرية زي النقل والمواصلات، زي الصراعات والحروب، زي الأنشطة الاقتصادية، كل ده بيؤثر في توزيع السكان من منطقة الى اخرى. فبالتالي انا عندي هنا منطقة وادي النيل ودلتاه هي من المناطق المرتفعة جدا
وده بسبب وجود المية العذبة والتربة الخصبة هناك. يعمل أغلب سكان الحضر في حرفة إيه؟ طبعا الحضر دول اللي هو يقصد بيها سكان المدن، معظم سكان المدن بيعملون بحرفة الصناعة والتجارة طبعا والخدمات كالصحة والتعليم، فأنا عندي هنا في الاختيارات هتبقى الصناعة. رقم 6، تقع دولة نقط بأكملها في المحيط الهندي. تقع دولة نقط بأكملها في المحيط الهندي، السودان، ليبيا، جزر القمر ولا تونس؟ احنا طبعا عارفين ان الدولة العربية الوحيدة اللي بتقع خارج نطاق الموقع الفلكي للوطن العربي هي دولة جزر القمر، فبالتالي هي الدولة الوحيدة اللي بتقع بأكملها في المحيط الهندي جنوب دائرة الاستواء، وهي بتقع مع امتداد خط طول 44 درجة شرقا مع تقاطع دائرة عرض 12 درجة جنوبا. رقم 7 بيقول لي تقع هضبة الشطوط بين سلاسل جبال البحر الأحمر ولا أطلس ولا الشام ولا عسير؟ طبعا احنا لسه قايلينها من شوية. طبعا هضبة الشطوط هي بتقع بين سلاسل جبال أطلس. بعد كده السؤال الثاني بيقول لي تحول أعداد كبيرة من البدو للعمل في إيه؟ طبعا هم تحولوا للعمل بحرفة التعدين، لأن احنا عارفين إن حرفة التعدين بلاقي فيها ارتفاع في مستوى المعيشة وكذلك أيضا وفرة فرص العمل، وبلاقي عندهم كمان الدخل بتاعهم بيكون مرتفع، واتجهت كمان أيضا الدولة إلى توطين سكان البدو بهدف تعمير الصحراء عندما رأت أن أعدادهم في تناقص مستمر. رقم 9 بيقول لي أقدم الدول العربية في عمل تعداد للسكان، يعني قامت بعمل تعداد للسكان. المستر كان قال لنا من شوية إن في دول بتقوم بعمل تعداد كل 5 سنوات زي دولة الأردن، وفي دول تانية بتقوم بعمل تعداد للسكان زي دولة مصر. طيب يا ترى إيه أقدم الدول العربية بقى اللي عملت تعداد عندي للسكان؟ هي دولة مصر. وطبعا ده كان سنة عام 1882. السؤال اللي بعد كده سنة تانية بيقول لي دلل. أول سؤال، دلل بتؤثر الأنشطة الاقتصادية كعامل بشري على توزيع السكان في الوطن العربي. أنا لسه قايل لك سنة تانية إن هنا بيختلف توزيع السكان من منطقة لأخرى، وده بيرجع لعدة عوامل طبيعية وبشرية. طبعا الأنشطة الاقتصادية هي إحدى العوامل البشرية اللي بتؤثر في توزيع السكان، وده بيرجع بسبب إيه؟ حلاقي مستر ان مش كل مناطق الانشطه الاقتصاديه بيبقى فيها كثافه سكانيه مرتفعه، ومش كل برضو مناطق الانشطه الاقتصاديه بيبقى فيها كثافه سكانيه منخفضه. قال لي يعني المناطق اللي هلاقي فيها سهول فيضيه دي هيكون فيها النشاط الزراعي فهلاقي فيها عدد سكان كتير. طب زي دوله ايه؟ قال لي عندي دوله طبعا العراق ومصر نظرا لوجود الانهار، نهري دجله والفرات في العراق ونهر النيل في مصر، والمدن الصناعية اللي وفرت طبعا فرص العمل زي القاهرة والإسكندرية. يبقى هنا السكان بيتركزوا في المناطق الزراعية والمناطق الصناعية ومناطق التعدين واستخراج البترول حيث توافر فرص العمل وارتفاع مستوى المعيشة، ولكنهم يقلون في المناطق الرعوية كما في الصحاري. رقم 2، تؤثر وسائل النقل والمواصلات وتمهيد الطرق في توزيع السكان في الوطن العربي. برضو النقل والمواصلات دي من العوامل البشرية اللي بتأثر عندي في توزيع السكان. طب ايه الدليل على كده بقى ان فعلا النقل والمواصلات دي بتأثر في توزيع السكان؟ طبعا احنا عارفين ان هنا السكان بيرتفعوا في منطقة الكثافة السكانية، هو مناطق التواصل توفر النقل والمواصلات، وده بيرجع ان هنا توفر النقل والمواصلات بيسهل عليهم الانتقال، فبالتالي بتجذب اعداد كبيرة جدا من السكان ان هم يجوا هنا للإقامة والعمل والاستقرار في الأماكن دي. سؤال بعد كده بيقول لي بما تفسر. أول سؤال سنة تانية بيقول لي الأهمية الحضارية للوطن العربي. ليه الوطن العربي بيتمتع بأهمية حضارية؟ طبعا احنا لسه عارفين ان الوطن العربي بيتميز بأهمية حضارية وأهمية دينية وأهمية اقتصادية واستراتيجية. ايه بقى السبب تميزه بالأهمية الحضارية؟ طبعا بسبب قيام العديد من الحضارات على أرضه. طبعا أشهر الحضارات اللي قامت على أرض الوطن العربي الحضارة المصرية القديمة، ودي قامت في دولة مصر، وحضارة بلاد ما بين النهرين أو حضارة بلاد العراق القديم، وحضارة بلاد الشام، وحضارات بلاد اليمن. طبعا دي كلها الحضارات اللي قامت على أرض الوطن العربي مما أدى إلى إعطائه أهمية حضارية. رقم 2، أهمية سهول البحر الأحمر والخليج العربي. خلي بالك سهول البحر الأحمر والخليج العربي دي نوع من أنواع السهول الساحلية اللي موجودة عندي في الوطن العربي. طب إيه يا ترى الأهمية الاقتصادية بتاعتها؟
طبعا احنا عارفين سنة تانية ان السهول الساحلية بتتنوع الموارد الاقتصادية، لان انا عندي السهول الساحلية، عندي سهول البحر المتوسط، وعندي سهول البحر الاحمر والخليج العربي، وانا عارف ان سهول البحر المتوسط دي صالحة للزراعة، ولكن سهول البحر الاحمر والخليج العربي دي بيستخرج منها العديد من الثروات المعدنية ومصادر الطاقة، ولذلك هي متعددة الموارد الاقتصادية. السؤال اللي بعد كده سنة تانية بيقول لي سكان الريف في تناقص مستمر. أنا لسه قايل لك إن سكان الوطن العربي بينقسموا إلى 3 أنماط، بدو وريف وحضر، ولكن سكان الريف في تناقص مستمر، وده بسبب إيه؟ طبعا ده نتيجة الهجرة المستمرة بتاعتهم من الريف إلى المدن بهدف البحث عن مستوى معيشي أفضل ومستوى تعليمي أفضل، وكذلك أيضا البحث عن فرص عمل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ترتفع الكثافة السكانية في مناطق التعدين واستخراج البترول. ترتفع الكثافة السكانية في مناطق التعدين واستخراج البترول، يعني في علاقة ما بين الكثافة السكانية ومناطق التعدين واستخراج البترول. احنا لسه قايلين سنة تانية دلوقتي ان انا عندي هنا الأنشطة الاقتصادية بيتركز في بعضها السكان زي التعدين والصناعة والزراعة، وبيقلوا في المناطق الرعوية، فبالتالي انا عندي هنا هترتفع الكثافة السكانية في مناطق التعدين واستخراج البترول زي ما لسه قايلين، بسبب ان هناك بتتوفر فرص العمل والخدمات وارتفاع الدخل اقل. السؤال بعد كده سؤال تانية بيقول لي بتنتشر الغابات المعتدله فوق منحدرات الجبال شمال الوطن العربي. طبعا احنا عارفين ان النبات الطبيعي سنة تانية ليه 3 انواع، غابات وحشائش ونباتات صحاري، وكل نوع من الانواع دي بيختلف عن التاني طبعا في شكله نتيجة كمية وغزارة الامطار او على حسب كمية الامطار. فانا لقيت عندي غابات، الغابات دي بتحتاج الى امطار غزيرة، فمجرد ما يقول لي مثلا تنتشر اي نوع من انواع الغابات فوق منحدرات الجبال هقول له كده بسبب غزارة الامطار. طب هنا مركز لي على الغابات المعتدلة بتنمو فوق منحدرات الجبال شمال الوطن العربي، هقول له بسبب غزارة الامطار. طب ليه يا ترى الامطار هناك غزيرة؟ قال لي لان الغابات المعتدله اللي موجوده شمال الوطن العربي دي كده بتقع في نطاق مناخ اقليم البحر المتوسط، يبقى بسبب غزاره الامطار وذلك لامتدادها في اقليم مناخ البحر المتوسط. رقم 6، تعد حشائش السافانا حديقه حيوان طبيعيه. طبعا احنا عارفين ان حشائش السافانا دي سنه تانيه بتنمو في نطاق الاقليم المناخي المداري، وطبعا هي تعتبر حديقه حيوان طبيعيه، لان احنا عارفين ان حشائش السافانا دي اولا هي بتتدرج في اطوالها من الجنوب الى الشمال، وده حسب اختلاف كميه الامطار. ثانيا ان هنا بيعيش بها حيوانات متنوعه زي الحيوانات اللي بتاكل اللحوم زي الاسود والنمور، والحيوانات اللي بتاكل العشب زي الزراف والفيله. طبعا وفي فرق ما بينها مستر وما بين حشائش الاستبس، هنا حشائش السافانا حديقه حيوان طبيعيه، اما حشائش الاستبس مراعي طبيعيه لان بيربى عليها الماعز والاغنام، ودي اللي بتنمو في مناخ اقليم البحر المتوسط، وهي من الحشائش المعتدله. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بالوطن العربي او للسكان في الوطن العربي. احنا عارفين ان الزيادة الطبيعية دي هي الفرق ما بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. طب ليه يا ترى بقى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الوطن العربي؟ طبعا احنا عارفين ان هنا بيرتفع معدل الزيادة الطبيعية، اول ما بتسمع ارتفاع زيادة طبيعية هتقول له على طول ارتفاع المواليد وانخفاض الوفيات، ان هنا نسبة المواليد مرتفعة جدا. السؤال بعد كده تانية بيقول لي يفضل سكان اليمن ولبنان سكني الجبال، وده طبعا بيرجع بسبب اعتدال المناخ نتيجة الارتفاع، او بسبب الارتفاع. طبعا هي الجبال بتاعة لبنان واليمن مش مرتفعة اللي هو الارتفاع الجامد، لان احنا عارفين ان الجبال لو مرتفع ارتفاع جامد جدا احنا عارفين كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر بتقل درجة الحرارة، لذلك يعني بلاقي فيه جليد على قمم الجبال. قال لي بس الجبال بتاعة اليمن ولبنان مش مرتفعة اللي هو الارتفاع الشديد، هي الارتفاع بتاعها اللي هو يعني في الوسط، لذلك الاعتدال او لذلك المناخ بتاعها بيتميز بالاعتدال. رقم 8، تسعى الدول العربية لتقليل الهجرة من الريف الى المدن. تسعى الدول العربية لتقليل الهجرة من الريف الى المدن، ليه يا ترى؟ عرفنا سنة تانية ان هنا سكان الريف بدأوا يهاجروا الى المدن للبحث عن فرص عمل وارتفاع الدخل والتعليم افضل، بس طبعا دي مشكلة هتبدأ تواجه الدولة، الدولة هتبدأ تبذل جهود جدا عشان تحد وتقل وتقلل من هجرة سكان الريف ديت، طبعا عشان تحافظ على الأراضي الزراعية، لأن احنا عارفين إن الفلاح هو اللي بيزرع الأرض، هو اللي بيوفر المحاصيل الزراعية، ف
فدلوقتي لما كل الفلاحين هيتركوا الاراضي الزراعيه، فبالتالي هتتدهور الاراضي الزراعيه، مش هيبقى فيه اهتمام بيها، بالتالي هينخفض انتاجيه الدوله من المحاصيل الزراعيه. فبدات الدوله ان هي ترفع من مستوى معيشه الفلاحين والمربين لكي تحافظ على الاراضي الزراعيه. هننتقل مع بعض للجزء الثاني بتاع التاريخ سنه ثانيه. واول سؤال عندي في التاريخ بيقول لي لمن تنسب الاعمال الاتيه. طبعا احنا عارفين ان التاريخ بتاعنا تاريخ اسلامي، واتكلمنا على بعض الشخصيات وعندها شخصيات كتير جدا. هنراجع بعض الشخصيات مع بعض النهارده. اول شخصيه معايا سنه ثانيه بيقول لك هو كان عالم بالانجيل واخبر محمد بانه نبي الامه المنتظر. طبعا ده ورقة ابن نوفل، وده ابن عم السيدة خديجة. لما الرسول طبعا نزل عليه الوحي وهو كان يتعبد في غار حراء، بدأ ان هو يعود الى البيت طبعا وهو مرتجف، فبدأت السيدة خديجة تقوم بتهدئته وفكرته بخصاله او ذكرته بخصاله الحميدة، ثم اخذته بعد ذلك لابن عمها ورقة ابن نوفل حيث كان عالما بالانجيل، فاخبره انه هذا هو الناموس الذي نزل على موسى من قبل، واخبره بانه سيكون نبي الامة المنتظر. السؤال الثاني بيقول لي كلفها الرسول بإحضار الطعام أثناء الهجرة. طبعا احنا عارفين ان الرسول كلف مجموعة من الشخصيات أثناء الهجرة، كل واحد بيبقى ليه مهمة معينة بيقوم بها. مين يا ترى الرسول كلفها بإحضار الطعام أثناء الهجرة وهم مختبئين في الغار؟ طبعا احنا عرفنا ان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر، عرفنا ان هنا قريش اجتمعت في دار الندوة لتدبير مؤامرة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقفوا على باب المنزل منتظرين خروجه لينزلوا عليه ضربة رجلا واحد، فبالتالي يتخلصوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أخبر الله الرسول بما دبرت له قريش، فوضع خطة وهو أنه اختار واحد هيكون دليل له في الطريق، وهو كان عبد الله ابن أريكط، وطبعا هيختار له رفيق في الهجرة، وأمره بإحضار ناقتين، وهو كان أبي بكر الصديق. طبعا وكلف عامر بن فهيرة برعي الأغنام حول الغار لكي يخفي آثار أقدام الرسول وصاحبه، إلى جانب أنه هو طلب من علي بن أبي طالب أنه هو ينام في فراشه لكي يرد الأمانات إلى أهلها، وده كان من الشخصيات اللي ساعدته في الهجرة طبعا، ولقب علي بن أبي طالب بأنه أول فدائي في الإسلام. غير كده أنه هو كلف عبد الله بن أبي بكر بتتبع أخبار المشركين، وطبعا أمر أسماء بنت أبي بكر اللي كانت هتحضر لهم الطعام في الغار. سؤال بعد كده سنة تانية بيقول لي أنهى الوجود اليهودي في المدينة. خلي بالك سنة تانية، في فرق ما بين أنهى الوجود اليهودي في المدينة وأنهى الوجود اليهودي من شبه الجزيرة العربية. إلا أنهى الوجود اليهودي من المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خانه يهود بني قريظة بعد غزوة الخندق. أما اللي أنهى الوجود اليهودي نهائيا من شبه الجزيرة العربية هو الخليفة عمر ابن الخطاب، طبعا لأن احنا عارفين أن اليهود لا عهد لهم، وكانوا دائمي طبعا في تدبير المؤامرات والدسائس ضد الرسول والمسلمين. رقم أربعة بيقول لي تم إرساله عام 6 هجريا لإخبار قريش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للعمرة ولم يأتي للقتال، يا ترى مين الشخصية دي؟ طبعا احنا عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان عقد غزوة الخندق، عرفنا ان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم اشتاق لأداء العمرة، فخرج في جمع مع أصحابه حوالي 1600 مسلم قاصدين مكة لأداء العمرة. ولكن عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان بيسمى الحديبية، وقف وأرسل عثمان ابن عفان لقريش لكي يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى قتال، وأنه جاء لأداء العمرة. وهنا هيتم عقد صلح الحديبية عام 6 هجريا، وهنا بداية المرحلة الرابعة من مراحل الدعوة الإسلامية اللي هي المرحلة العالمية. انتصر على الفرس في معركة فتح الفتوح. فتح الفتوح سنة تانية هي معركة نهاوند، نون مع نون، يبقى ده كده القائد الإسلامي اللي عملها النعمان ابن مقرن. رقم ستة، قائد المسلمين الذي حقق نصرا على الروم في معركة اليرموك. قائد المسلمين الذي حقق نصرا على الروم في معركة اليرموك. طبعا احنا عرفنا ان حارب الروم في معركة اليرموك عام 13 هجريا هو كان القائد خالد بن الوليد، اللي كان من اعظم القادة المسلمين، وطبعا نتج عن المعركة ان هو حقق نصرا كبيرا على الروم، بجانب ان هنا غادر قيصر الروم بلاد الشام.
الخليفة الذي قام بنقل مقر الخلافة إلى الكوفة. طبعا احنا عارفين ان الخليفة كل الخلفاء طبعا مقر الخلافة بتاعتهم كان المدينة او المدينة المنورة او يثرب اللي هي يعتبر عاصمة الخلافة الإسلامية واللي الرسول عمل فيها دولة الإسلام. الخليفة الوحيد اللي نقل مقر الخلافة إلى الكوفة كان الخليفة. طبعا انا عندي الخليفة هنا هو كان علي ابن ابي طالب وده كان اخر الخلفاء الراشدين وطبعا استشهد على يد عبد الرحمن ابن ملجم عام 40 هجريا وهو خارج لصلاة الفجر وطبعا بعد عطاء دام اكتر من 50 عام. سؤال بعد كده بيقول لي حاول هدم الكعبة بجيش كبير من الفيلة. طبعا ده احنا عارفين ان هو ابرهة الحبشي وسمي هذا العام بعام الفيل وده كان نفس العام اللي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله سبحانه وتعالى حمى بيته واهلك ابرهة وجيشه. وطبعا احنا عرفنا ان هنا ابرهة الحبشي كان عايز يهدم الكعبة ليصرف الناس عن زيارتها ويتوجهوا لزيارة كنيسته التي بناها في اليمن. خرج مع الرسول إلى غار ثور أثناء الهجرة. طبعا غار ثور دوت هو الغار اللي اختبأ فيه الرسول وصاحبه صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة. يا ترى الغار ده مين اللي خرج مع الرسول إلى غار ثور أثناء الهجرة؟ طبعا ده كان عمر أبو بكر الصديق وده كان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة واللي كان أمره في الخطة اللي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بإحضار ناقتين. يبقى احنا عندنا كده سنة تانية غارين، غار حراء ده الغار اللي كان بيتعبد فيه الرسول وغار ثور ده الغار اللي اختبأ فيه الرسول. اركز ما بين الاثنين يعني وافصل ما بين الاثنين. سؤال بعد كده سنة تانية بيقول لي ادعى النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده احنا عارفين ان ده اسمه مسيلمة الكذاب وده كان من ضمن المرتدين والمرتدين دولت هم قبائل عربية ارتدت عن الاسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شكل الارتداد بتاعهم ايه؟ قال لي بعضهم من ادعى النبوة والبعض الاخر امتنع عن دفع الزكاة واللي هي كانت يعتبر ركن مهم جدا من اركان الاسلام. فارسل اليهم ابو بكر الصديق 11 جيش لمحاربتهم ونتج عن حرب المرتدين هذه الى قتل عدد كبير من حفظة القرآن الكريم. فجاء بعدها ابو بكر الصديق وامر بجمع القرآن الكريم في صحائف طبعا باقتراح من الخليفة عمر ابن الخطاب. أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام عندها 4 أعوام. طبعا دي السيدة حليمة السعدية والديار اللي كان قاعد فيها الرسول اسمها ديار بني سعد. وطبعا كان ال4 سنوات اللي مكث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عند بني سعد كانوا خير وبركه على بني سعد. ودي كانت عاده من عادات اشراف مكه ان هم يرسلوا ابنائهم لمرضعات في الباديه لكي يتعلموا فصاحه اللسان وقوه البنيان ورجاحه العقل. غلام السيده خديجه يعني اللي هو الخادم بتاع السيده خديجه واللي هي ارسلته للرسول علشان تطلب منه ان هو يتاجر بمالها. طبعا الغلام ده سنة تانية هو كان ميسرة اللي أرسلته للرسول صلى الله عليه وسلم لكي تخبره لأنه يأتي ليتاجر بمالها بعد أن سمعت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته في أعمال التجر. قام بفتح مدينة أبرس 28 هجريا. طبعا اللي فتح مدينة قبرص عام 28 هجريا ده كان معاوية بن أبي سفيان وذلك لتأمين حدود بلاد الشام من هجمات الروم ودي كانت في عهد الخليفة عثمان بن عفان. رقم 14 كلف عثمان بن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد. أركز يا سنة تانية في فرق ما بين جمع القرآن وكتابة القرآن. لو جينا اتكلمنا بس عن الخلفاء اللي جمع القرآن الكريم كان أبو بكر الصديق واللي كتب القرآن الكريم طبعا كان في عهد الخليفة عثمان بن عفان. مين يا ترى بقى الشخصية اللي تم تكليفها سواء بجمع القرآن الكريم أو بكتابة القرآن الكريم؟ احنا لما تولى الخليفة عثمان بن عفان الخلافة سنة تانية عرفنا ان هنا الناس بدأت تختلف في قراءة القرآن نظرا ان هنا دخل ناس كتير جدا من غير العرب في الإسلام بسبب قصة الفتوحات الإسلامية. فأراد الخليفة عثمان بن عفان بتوحيد قراءة القرآن بين البلاد الإسلامية فأمر زيد ابن ثابت بكتابة القرآن في مصحف واحد وتوزيعه على باقي المدن الإسلامية لكي تتوحد قراءة القرآن بين كل البلاد الإسلامية. سؤال بعد كده بيقول لي قتل الخليفة علي بن أبي طالب. طبعا ده احد الخوارج اللي هو عبد الرحمن ابن ملجم وفي فرق ما بين اللي قتل الخليفة علي بن ابي طالب واللي قتل الخليفة عمر بن الخطاب. علي بن ابي طالب قتل على يد عبد الرحمن ابن ملجم اما الخليفة عمر بن الخطاب قتل على يد ابو لؤلؤة المجوسي.
سؤال بعد كده ساعة تانية بيقول لي ما النتائج المترتبة على. أول سؤال بيقول لي معركة القادسية عام 15 هجريا دي نتج عنها إيه؟ طبعا معركة القادسية دي كانت الأطراف بتاعتها المسلمين والفرس. طيب وإحنا قلنا طبعا سين مع سين ده كان القائد الإسلامي بتاعها سعد ابن أبي وقاص. طيب نتيجتها إيه؟ قال لي أدى إلى انتصار المسلمين وهزيمة الفرس وقتل رستم قائد الفرس. مش بس كده كمان قال لي المسلمين دخلوا مدينة المدائن وهي عاصمة الفرس. رقم 2 استشهاد الكثير من حفظة القرآن الكريم أثناء حرب المرتدين. يا ترى ايه النتيجه اللي ترتبت على كده؟ طبعا احنا عرفنا لما الخليفه ابو بكر الصديق اراد محاربه المرتدين طبعا هو كان مجهز عده جيوش على راسها كبار الصحابه، فطبعا استشهد الكثير من الصحابه دول اللي هم حافظين القران في حروب الرده. فطبعا عمر بن الخطاب هنا هيشير على ابو بكر الصديق بكتابه القران الكريم وجمع القران الكريم خوفا عليه من الضياع، وفعلا هيامر هنا ابو بكر الصديق زيد ابن ثابت بجمع القرآن الكريم على قطع الجلد وجريد النخل. سؤال بعد كده بيقول لي معركة ذات الصواري 34 هجري. طبعا معركة ذات الصواري دي كان ما بين المسلمين وما بين الروم. قال لي أدى إلى انتصار المسلمين وتدمير أسطول الروم وقتل الآلاف منهم. وطبعا احنا عرفنا ان ذات الصواري دي عرفت بذات الصواري لقصه صواري السفن التي شاركت في المعركه. رقم 4 مخالفه الرماة اوامر الرسول في غزوه احد عام 3 هجريا. ايه النتيجه اللي ترتبت على مخالفه الرماة لاوامر الرسول؟ طبعا احنا عرفنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم سنه ثانيه كان خارج لغزوه احد 3 هجريا، طبعا كان واخد جيش من المسلمين حوالي 3000 مقاتل، ولكن هنا اللي حصل ان هيجي زعيم المنافقين واحد اسمه عبد الله بن ابي بن سلول هيعود بحوالي ثلث الجيش. فطبعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هيضع خطه وهو ان هو هيختار 50 راميا من رماة الاسهم ويامرهم بان يقفوا فوق جبل احد والا يتركوا اماكنهم. وفعلا وقف الرماة على جبل احد ودارت المعركه، وكان النصر في البدايه حليفا للمسلمين. ولكن اللي حصل ان هنا لما بدا المسلمين ينتصروا والمشركين يتركوا اماكنهم خالف الرماة اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من فوق الجبل وانشغلوا بجمع الغنائم التي تركها المشركين. فهنا راهم خالد بن الوليد قائد جيش المشركين فاستدار من خلف الجبل وانقض على جيش المسلمين، فتحول هنا النصر الى هزيمه بعدما كنا منتصرين انهزمنا امام المشركين بسبب ان الرماة خالفوا اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عارفين يا مستر ان اسباب غزوه احد اصلا قريش كانت عامله الغزوه ديت حتى تاخذ بصقر هزيمتها في غزوه بدر. السؤال بعد كده بيقول لي سنه تانية استشهاد علي ابن ابي طالب، ايه السبب اللي خلى علي ابن ابي طالب يستشهد؟ طبعا احنا قلنا ان علي بن ابي طالب قتل على يد احد الخوارج اللي هو عبد الرحمن ابن ملجم نتيجه استشهاده ان انتهى عصر الخلفاء الراشدين. احنا عارفين ان احنا عندنا 4 من الخلفاء الراشدين، الخليفه الاول كان ابو بكر الصديق، الثاني عمر بن الخطاب، الثالث عثمان بن عفان، الخليفه الرابع اللي هو علي بن ابي طالب. مجرد ان هو استشهد انتهى عصر الخلفاء الراشدين. رقم 6 نقد قريش عهدها مع الرسول عام 8 هجريا. طبعا هي نقضت عهدها مع الرسول اللي هي كانت عاملاه في صلح الحديبية. طيب ايه نتيجة بقى نقض عهدها مع الرسول عام 8 هجريا؟ ايه اللي حصل سنة 8 هجريا؟ بس احنا عرفنا سنة تانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل هدنة مع المشركين في صلح الحديبية وهو ان يتم وقف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، وطبعا ما تأجيل دخول المسلمين إلى مكة للعام القادم، ومن أراد الدخول في حلف محمد دخل فيه زي قبيلة خزاعة، ومن أراد الدخول في حلف قريش دخل فيه مثل قبيلة بكر، ومن أتى إلى محمد من المشركين يرد لهم، ومن أتى من المشركين إلى ومن أتى من المسلمين إلى قريش لا ترده. فطبعا هنا قريش نقضت عهدها مع الرسول ده من تاني سنة على طول وتحالفت مع قبيلة بكر على قبيلة خزاعة وقتلوهم. فده أدى إن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بجيش كبير عدده حوالي 10,000 مقاتل وتوجه إلى مكة وفتحها دون قتال وطاف حول الكعبة وحطم الأصنام، وهنا هيتسامح مع أهلها
وعفى عنهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. طبعا مما أدى إلى دخول عدد كبير منهم في الإسلام أو دخلوا في دين الله أفواجا. السؤال اللي بعد كده سهتنا بيقول لي إدراك قريش خطورة تجمع المسلمين في يثرب، إيه اللي حصل لما قريش خافت من تجمع المسلمين في يثرب؟ طبعا نتيجة إن قريش سمعت بتجمع المسلمين في يثرب أو في المدينة سعت لمنع الرسول من اللحاق بالمسلمين، فقام زعمائها واجتمعوا في دار اسمها دار الندوة واتفقوا على تدبير مؤامرة لقتل الرسول، إنهم يأخذوا من كل قبيلة أقوى رجل فيها. وفي فرق عندنا سنة تانية ما بين دار الندوة ودار الأرقم ابن أبي الأرقم. دار الأرقم ابن أبي الأرقم دي هي أول مدرسة لتعليم المسلمين مبادئ الدين الإسلامي، إنما دار الندوة دي الدار اللي تم تدبير المؤامرة فيها للمسلمين. وعندي برضو سقيفة بني ساعدة دي اللي تم فيها اختيار أبي بكر الصديق أول خليفة للمسلمين. خلي بالنا من الأماكن دي سنة تانية. رقم 8 عمل الرسول بحرفة الرعي. احنا عارفين ان الرسول لما اشتغل بحرفة الرعي اكتسب بعض الصفات، يا ترى ايه هي اهم الصفات اللي اكتسبها؟ طبعا احنا عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تانية ولد يتيما لان والده عبد الله توفى اثناء عودته من رحلة تجارية قادمة من الشام ودفن في يثرب. بعد كده يتم ارساله الى حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيعود الى امه وهو عنده 4 سنوات، ولكن هيتوفى ويخلف رعايته ويتولى رعايته بعد وفاة أمه آمنة بنت وهب هو جده عبد المطلب، وهو في الثامنة طبعا هيموت جده برضه، وطبعا هيخلفه في الرعاية ويتولى رعايته وعمه أبو طالب. فطبعا عمه أبو طالب سنة تانية عرفنا أنه هو كان فقير وكان كثير الأبناء، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكون عبئا وحملا على عمه، فنزل ليعمل بحرفة الرعي عندما كان لسه صبي صغير، وبالتالي تعلم منها الكثير من الصفات زي الصبر والتواضع والرحمة والعطف والشجاعة. السؤال اللي بعد كده سنة تانية بيقول لي تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم بصفتي الصدق والأمان. طبعا أدى إلى أن الرسول لقب بالصادق الأمين، واشتهر طبعا ما بين قومه بالصادق الأمين، وده برضو من نتيجته أن السيدة خديجة أرسلت له غلامها بأن يتاجر لها بمالها. سؤال بعد كده سنة تانية بيقول لي بما تفسر. سؤال رقم 1 معايا بيقول لي رفضت قريش دعوة الرسول منذ اللحظة الأولى، ليه قريش رفضت دعوة الرسول منذ اللحظة الأولى أو عارضتها؟ طبعا احنا عرفنا سنة تانية إن الدعوة الإسلامية مرت بعدة مراحل، هي المرحلة السرية اللي استمرت 3 سنوات، بعد كده المرحلة الجهرية اللي هتبدأ من نهاية العام الثالث حتى الهجرة، بعد كده المرحلة مواجهة المعتدين اللي هتبدأ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب حتى عقد صلح الحديبية 6 هجريا، وعندي المرحلة العالمية اللي هتبدأ من 6 هجريا منذ عقد صلح الحديبية. عرفنا إن هنا هيجي سيدنا جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في غار حراء ويأمره بالجهر بالدعوة في نهاية العام الثالث. فطبعا صعد الرسول صلى الله عليه وسلم لجبل يسمى جبل الصفا ونادى في المسلمين وجهر بدعوته أمامهم، ولكن عارضت قريش الدعوة منذ الساعات الأولى، وكان أول من عارضه هو كان عمه أبو لهب. وخلي بالنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده عمين، عم كان بيسنده في الدعوة وهو كان أبو طالب، وعم خالفه ورفض دعوته وكان عمه أبو لهب. فطبعا هنا اللي خلى قريش ترفض الدعوة ان هنا كانت خايفة ان الدعوة دي بتهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل، غير كده ان هي كانت بتخالف دين ابائهم واجدادهم وهي عبادة الاصنام والاوثان، ولكن لم تعلم قريش ان الاسلام سوف يكون سببا في عزتها ورفع مكانتها بين القبائل. سؤال بعد كده سنة تانية بيقول لي قيام الرسول صلى الله عليه وسلم برحلة الطائف. طبعا الرسول عمل رحلة الطائف خاصة بعد عام مر عليه طبعا اللي هو عام الحزن اللي توفيت فيه زوجته السيدة خديجة وعمه أبو طالب، ودول كانوا أكتر 2 طبعا كانوا بيسندوه في دعوته ضد المشركين وبيسندوه كمان في دعوته للدولة الإسلام. طبعا الرسول قام برحلة الطائف بسبب رغبة الرسول في مكان آخر للدعوة غير مكة، ولكي يطلب منهم النصرة والمساعدة، وخاصة بعد أن فقد عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة الذين كانوا عونا له، وسمي العام الذي فقد فيه عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة بعام الحزن.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي بما تفسر أقام الرسول المسجد؟ وطبعا احنا عارفين المسجد ده من الدعائم الأساسية لدولة الإسلام والركن الأول من أركان بناء الدولة الإسلامية. احنا عندنا ثلاث أركان: الركن الأول بناء المسجد، الركن الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الركن الثالث وضع مبادئ التعايش مع الآخر اللي هو دستور المدينة أو صحيفة المدينة. واحفظهم كده بالترتيب علشان ما يلخبطنيش فيهم سنة تانية. يا ترى ليه الرسول أقام المسجد؟ طبعا هنا الرسول سنة تانية أقام المسجد طبعا عشان يكون مقر لحكم الدولة الإسلامية، مكان يتعبدوا فيه ويمارسوا فيه شعائرهم الدينية، مدرسة هيتعلموا فيها مبادئ الدين الإسلامي الجديد، وده اللي كان بيقوم بدور دار الأرقم ابن أبي الأرقم. السؤال بعد كده بيقول لي إنشاء عثمان بن عفان أول أسطول حربي إسلامي. طبعا احنا عارفين ان اول من اسس البحرية الاسلامية كان الخليفة عثمان بن عفان، وذلك لصد هجمات الروم على سواحل مصر والشام. طبعا نتيجة اتساع الدولة الاسلامية بدأت الهجمات بدل ما تجيلي برا بس بقت الهجمات بتجيلي برا وبحرا، فاحنا مأمنين النواحي البرية فطبعا لازم نأمن النواحي البحرية، فقرر الخليفة عثمان بن عفان انشاء البحرية الاسلامية. سؤال رقم 5 بيقول لي كان العالم بحاجة إلى مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ليه يا ترى؟ طبعا احنا عارفين سنة تانية ان قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسود الظلام والجهل على كل شبه الجزيرة العربية، ومنتشر عبادة الأصنام وعبادات كتير جدا، وطبعا فهنا كان العالم محتاج مجيء نبي فعلا اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكي يرشد الناس لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا إله غيره، بجانب ان هو ينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة. السؤال اللي بعد كده سنة تانية بيقول لي سمي عام 570 بعام الفيل. طبعا احنا عارفين ان في العام ده هو العام اللي اتولد فيه الرسول، لانه في هذا العام حاول ابراهة الحبشي او جاء ابراهة الحبشي بجيش كبير من الفيلة لهدم الكعبة لكي يصرف الناس عن زيارتها ويتجهوا لزيارة كنيسته التي بناها في اليمن، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ بيته واهلك ابراهة وجيشه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تسمية أبي بكر بالصديق. طبعا احنا عرفنا ان هنا أبي بكر سمي بالصديق طبعا لان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حزن على فقد عمه وزوجته السيدة خديجة وعمه أبو طالب، أرسل له الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل صلى الله عليه السلام يصطحبه في رحلة الإسراء والمعراج، الرحلة التي كانت معجزة، حيث أصى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به وصعد به إلى السماوات، وهناك فرضت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء اليوم التالي بيخبر أهله، فطبعا كذبه أهل قريش ولكن صدقه أبي بكر الصديق، فلذلك سمي بالصديق لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. السؤال بعد كده بيقول لي قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بغزوة خيبر 7 هجري. طبعا احنا عارفين ان غزوة خيبر ديت كانت من الغزوات اللي كانت ضد الرسول، او كان يعتبر اليهود عملوها ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول اراد ان يأمن شرهم وغدرهم، حيث كانت خيبر مركز للمؤامرات والدسائس والغدر والخيانة، الى جانب انها كانت مأوى لمثير الشغب من اليهود. واحنا زي ما اتفقنا سنة تانية ان اليهود ملهمش طبعا عهد، فلذلك الرسول اراد ان يأمن شرهم. السؤال بعد كده بيقول لي لقب الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالفاروق، يعني ليه الرسول لقب سيدنا عمر بن الخطاب بالفاروق؟ طبعا احنا عرفنا سنة تانية لما عمر بن الخطاب دخل الإسلام كان إسلامه فتحا، فطبعا ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقال له يا رسول الله ألسنا على حق؟ فقال له نعم نحن على حق. فخرج عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب يقودون فريقين من المسلمين، وتوجهوا إلى الكعبة وطافوا حولها، ففرق بين الحق والباطل، فلذلك لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأنه نجح بأن يفرق بين الحق وبين الباطل. سؤال بعد كده سنة تانية بيقول لي تردد الخليفة عمر بن الخطاب في فتح مصر في أول الأمر، يعني إننا عمر بن الخطاب ما وافقش على طول.
طبعا بسبب انشغال جيوش المسلمين بمحاربة طبعا جيوش الفرس والروم، ودي كانت يعتبر الجهات اللي كانت بتحاول تسيطر على مصر مستغلة فرصة طبعا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجيوش الإسلامية كانت منشغلة بمطاردة جيوش الفرس والروم، لذلك الخليفة عمر بن الخطاب ما كانش عايز يضغط على باقي الجيوش الإسلامية بفتح جديد. هو كان القصد بتاعه ان هو كان ينتهي من الفتوح القديمة الأول ضد الفرس والروم، وبعد ذلك يفكر في أمر فتح مصر. وطبعا احنا عرفنا ان هنا كان عمرو بن العاص اشار على الخليفه عمر بن الخطاب بفتح مصر لكي تكون قوه للمسلمين وعونا لهم وتامينا لفتوحاتنا في بلاد الشام. السؤال بعد كده بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. اول سؤال بيقول لي كانت مدينه ايه عاصمه لمصر اثناء الحكم الروماني؟ ايه مدينه مصر او عاصمه مصر في الحكم الروماني؟ طبعا دي كانت مدينه الاسكندريه. رقم 2، أول من أنشأ الدواوين في الدولة الإسلامية. كلمة دواوين أو ديوان هي كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر، ودي طريقة اتعملت لتنظيم أمور الدولة الإسلامية، بس يا ترى في عهد مين من الخلفاء؟ طبعا احنا عرفنا ان اول من نظم الدولة الإسلامية وأنشأ الدواوين وأنشأ نظام الحزبة وأنشأ المدن الإسلامية ووضع التقويم الهجري هو كان الخليفة عمر بن الخطاب. قاد فتح مصر وأمن الأقباط على أنفسهم، مين القائد الإسلامي اللي فتح مصر وأعطى عهد الأمان للأقباط في مصر؟ طبعا ده عمرو ابن العاص. رقم 4، تم فتح جزيرة قبرص عام 28 هجريا في عهد الخليفة. طبعا احنا عرفنا ان هنا تم فتح قبرص 28 هجريا وأرمينية 25 هجريا وإفريقية 28 هجريا والنوبة 31 هجريا، كل الفتوحات دي تمت في عهد الخليفة عثمان بن عفان. السؤال اللي بعد كده بيقول لي قام عبد الله بن سعد بن ابي الصرح بفتح ايه 31 هجريا؟ طبعا دي كانت بلاد النوبة اللي بتقع في الجنوب. لم يحضر عثمان بن عفان غزوة نقط بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عرفنا ان عثمان بن عفان سنة ثانية شارك في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة بدر 2 هجريا، ولذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس بجانب زوجته المريضة. المعركة التي أطلق عليها فتح الفتوح. طبعا دي معركة نهاوند، وأطلق عليها فتح الفتوح لأن من نتائجها انتهاء أو نهاية دولة الفرس نهائيا. سؤال بعد كده سؤال تانية بيقول لي اختار علي ابن ابي طالب مدينة ايه لتكون مقر الخلافة؟ طبعا مدينة الكوفة، وحتى تكون او في موقع متوسط بين الفتوحات الاسلامية نتيجة اتساع الفتوحات الاسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. رقم 9 بيقول لي نزل على الوحي على الرسول وهو في سن. طبعا احنا عرفنا ان سيدنا جبريل عليه السلام عندما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بانه نبي هذه الامة كان في سن 40 من عمره. سؤال بعد كده سنة تانية بيقول لي دليل. أول سؤال عندي بيقول لي كانت شبه الجزيرة العربية أرض الحضارات والكثير من الأنبياء، إيه الدليل على الكلام ده؟ أركز سنة تانية، خلي بالك لما يجي لك ويقول لك شبه الجزيرة العربية والوطن العربي. الوطن العربي خلاص احنا قلنا الحضارات بتاعته، عايز الحضارات بتاعت شبه الجزيرة العربية. حضارات شبه الجزيرة العربية حيث قامت على أرضها حضارات قديمة مثل حضارة قوم عاد وحضارة قوم ثمود. طب بالنسبة للأنبياء طبعا كان عايد عندنا سيدنا هود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وكذلك أيضا شعيب. رقم 2، مرت الدعوة الإسلامية بعدة مراحل. طبعا احنا عرفنا ان الدعوة الإسلامية مرت بعدة مراحل سنة تانية، وده اتكلمنا فيه في نص الفيديو، وقلت ان هنا كانت اول مرحلة هي كانت مرحلة سرية الدعوة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهاية العام الثالث. هتبدأ بعدها المرحلة الجهرية من نهاية العام الثالث من البعثة حتى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى يثرب. بعد كده تبدأ المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة مواجهة المعتدين على الدعوة الإسلامية من بداية هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عقد صلح الحديبية. تبدأ آخر مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية وهي عالمية الدعوة منذ عقد صلح الحديبية 6 هجري. رقم 3، وضع الإسلام آداب للحرب. يا ترى إيه هي آداب الحرب اللي الإسلام وضعها؟ طبعا احنا عرفنا ان هنا أبي بكر الصديق أمر القادة الجيوش بآداب الحرب عند الفتوحات، هو عدم الإغارة ليلا حتى لا تروى عن النساء أو الأطفال،
عدم هدم البيوت او المعابد، عدم حرق الزرع او قطع النخل، عدم قتل الاطفال والشيوخ والنساء. ودي الاداب اللي اوصى بيها الاسلام في الحروب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي كان عثمان بن عفان زاهدا في الدنيا. طبعا احنا قلنا كان ينفق امواله على الناس وكان يطعمهم وكان ياكل هو الخل والزيت، واحنا قلنا طبعا كان بينفق الاموال بتوعه على الفقراء وكان بيحرر العبيد. نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من المراجعه ونشوفكم في مراجعات تانية كتير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عنده سؤال يسيبه لنا في التعليقات.